اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعاء، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا، ومناهل الرجاء إليك مترعا، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملوفين بمرصد إغاثة، وإنا في اللافي إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في عيد المستاثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي، من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، ولجأ إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني. ألا رب لي غيرك، ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، وأسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطايا، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك، والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله تفضله ونعمه، وأشار إلي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي. يا مولاي يا دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ثم، ربي يناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. أدعوك يا ربي راهبا راقبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزع، وإذا رأيت كرمك طمع، فإن عفوت فخير راح، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيب بين ذيني وذين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي. يا خير من دعا هداه، وأفضل من رجاه راج، عظم يا سيدي أملي وسع أملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك أكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إلي، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. وما أنا يا ربي وما خطري، هبني بفضلك تصدق علي بعفوك. أي ربي جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، فلو اطلع اليوم على ذنب غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب، تستر الذنب بكرم وتؤخر العقوبة بحلم، فلك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك، ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني ويسرعني إلى التوثب على محاربك على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. يا حليم يا كريم.
الكريم يا حي يا غيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنايعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان نعمة وتعفو عن الذنب كرمة فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إلي ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إلي أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جودك وأي زمان أطول من أناتك وما قدر أماننا في جنب نعمك وكيف نستكثر وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو نهرتني لو نهرتني ما برحت من باب ولا كففت عن تملقك لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء ولا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا ربي هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا وأنت وتخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيم عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فتحقق لنا فحقق رجانا مولانا
فقد علمنا ما نستوجبه بأعمالنا، ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك. حثنا على الرغبة إليك، وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك. فمن علينا بما أنت، وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك. يا غفار بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك. نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال منك ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعم وتتفضل علينا بآلائك. فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي. فالعاف سيدي. اللهم اشغلنا بذكرك وعذنا من سخطك، واجرنا من عذابك، وارزقنا من مواهبك، وانعم علينا من فضلك، وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك. صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب. وارزقنا عملا بطاعتك، وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا كبيرنا، حرنا وملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واختم لي بخير، واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما نعمت به عليه، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلاني بكلاتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك.
اللهم تب علي حتى لا أعصيك، وألهمني الخير والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إنما أني كلما قلت قد تهيأت وتعبت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني قد غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك عايزتني، أو لعلك رأيتني عالف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فبعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك يا رب يجل عن مكافات المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظن. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، أبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك سيدي. أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعاري الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي عززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعوات وسترت علي فما استحيات،
وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت. فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطية عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهد. فلان من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني؟ فواسوأته على ما أحصى كتابك من عملي. أنا الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنات عندما تذكرها يا خير من دعا هداه وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام يتوسل إليك، وبحرمة القرآن يعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. فلا توحش استناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أمل، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبعزتك لو انتهرتني ما برحت من باب، ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه؟ وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه؟ إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين النشاد، ودللت على فضائحي عيون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك، وما صرفت تأميلي للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي. أنا لا أنسى ياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. سيدي يخرج حب الدنيا من قلبي، سيدي يخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى وآل خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد. صلى الله عليه وآله. وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟
فمن يكون أسوأ حالا مني أنا لان قلت إلى مثل حالي لا قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي ومالي لا أبكي ولا أدري لا ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتنني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فمالي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياه أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شان غير شاني لكل امرئ منهم شان يومئذ شان يغني وجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوهي يومئذ عليها غبر تراقها قترة وذلة سيدي عليك معول ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال يشكرك أم بغاية جهدي في عملي ورضي وما قدر لساني يا ربي في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحساني إلهي إن جودك بسط عملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفات همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤلك يا لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجالي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي راب أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع
وارفع بصري والى معروفك اديم نظري فلا تحرقني بالنار وانت موضع املي ولا تسكنني الهاويه فانك قره عيني يا سيدي لا تكذب ظني باحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلى أين كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائلا إلى لي إلى أين عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم أرحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي عن الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني يا رب وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي وإلى من أفزع فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدت إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي والبسني من نظرك ثوبان يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتي فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائي فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برافتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحيي
أنت الذي لا يحفي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول فوق ما تقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطي سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني في أرغد عيشي وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن طلت عمره ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في يدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما تقرب به في أناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نامك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله. أبدا ما استعملتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواء واقضي عني الدين والظلمات حتى لا تأذى بشيء منه وخذ عني بأسمائي وأبصاري أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم واقرأ عيني وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها واجرني من النار بعفوك وادخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لو طالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلومي لو طالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لو خبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون
وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيون. إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقائك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم الحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب، ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصي، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها ما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي، وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري، وارفع درجتي، وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي، وثواب منطقي، وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا ربي جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إنك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجة.
وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاك فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغث ولثت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمتني يا أرحم الراحمين.